بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعة النهاردة في الجزء ده نتكلم مع بعض في موضوع يهم كتير قوي من المبرمجين اللي شغالين اوراكل فورمز وبي ال اس كيو ال. يقول لك يا باشمهندس ازاي اقدر انفذ كود بي ال اس كيو ال جوه الاي دي اف، وهو ده موضوعنا النهاردة ان شاء الله. احنا عايزين نجاوب على السؤال ده، ازاي انفذ كود بي ال اس كيو ال جوه الاي دي اف. النهارده ان شاء الله هنعمل مثال مع بعض عملي يوضح هذه الجزئيه. تعال نشوف الموضوع هيمشي ازاي. تعال نفترض مثلا لو انا عايز اعدل بيانات الموظفين، ايه بيانات؟ عايز اعدل مثلا الكوميشن. لو انا عايز اعدل الكوميشن بتاع الموظفين اللي في الاداره 10، اخلي الكوميشن بتاعهم مثلا وليكن 90 جنيه. اقدر اعمل الموضوع ده ازاي؟ قال لك باستخدام مثلا تقدر تقول له بيجن، هقول له ابديت الام ست كوميشن بيساوي 90 جنيه و الديبت نمبر بيساوي 10. طيب وبعدين اقول له كوميت، بعد كده انت، بعد كده اقول له سلاش انت، يقول لك ايه؟ يقول لك سكسسفلي كومبليتد. لو انا عايز اتاكد اقول له سيلكت الكوميشن الديبت نمبر فروم الام وير الديبت نمبر بيساوي كام؟ بيساوي 10. هيجيب لك فعلا ان الموظفين الكوميشن بتاعهم اتعدل بقى 90 وفي الاداره 10. طيب واحد بقى يقول لك انا عايز انفذ الكود ده يا باشمهندس جوه الاي دي اف، هل انا اقدر اعمل حاجه زي دي؟ ايوه تقدر تنفذ كود البي ال ده جوه كود الاي دي اف. طيب حاجه كمان ايه؟ واحد يقول لك طب يا باشمهندس ما هو على طول كل ما هنادي على البي ال اس كيو ال بلوك ده هيعمل لك ايه؟ الموظفين اللي في الاداره 10 هيخليهم لي الكوميشن بتاعهم ب 90، طب انا عايز اغير ابعت له مثلا اقول له خليهم لي في 100 للموظفين اللي في الاداره 20، بتوع الاداره 30 خلي لي الكوميشن بتاعهم 50، انا حر. طيب هل نقدر نعمل الموضوع ده برضه جوه الاي دي اف؟ ايوه باستخدام حاجه اسمها البارامتر. بنشيل الكلام ده ونحط علامه ايه؟ علامه استفهام. تعال نشوف ونشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. هاخد الكود ده، الكود ده بتاعي كوبي وبيست اهون، واروح بقى على مين؟ واروح على الجي ديفلوبر. تعال نعمل نيو ابلكيشن اسمه ايه مثلا؟ اسمه بي ال اس كيو ال ابلكيشن اي دي اف نيكست 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 فينش. طيب وبعدين تعال نعمل البيزنس كومبوننت بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، نيو اي دي اف بزنس كومبوننت. كومبوننت ايه؟ محتاجه كونكشن، مفيش فيها اي مشكله، دي خطوات ثابته احنا عارفينها. وبعد كده اروح اقول له ايه؟ هات لي الام نيكست انتيتي اوبجكت والفيو اوبجكت، مش محتاجين ريد اونلي، واقول له ايه ابلكيشن موديول اعمله لي ونيكست فينش. كده تمام، كده انت عملت الكونكشن. تعال نعمل الصفحه، عملت البيزنس كومبوننت كمان، تعال نعمل البيج بتاعتنا جي اس اف، جي اس اف بيج. اوكي اسميها مثلا بي ال بيج. محتاج بين يعني لو محتاج ابقى اعمل. طيب وبعدين تعالى نقسم الصفحه جزئين، احنا محتاجين بدل سبليتر عادي جدا اهو، ادي البانل سبليتر، ادي اول جزء وادي ثاني جزء. طيب هنشوف هنحط فيهم ايه دلوقتي. طيب وبعدين محتاج ان انا اكتب الكود بتاعي ده، هنعمل ايه؟ محتاج ان انا انادي على البلوك بتاعي. هنفتح مع بعض الفيو اوبجكت بتاعنا، هنلاقي جزئيه الايه؟ الجافا، جافا كلاس. وجنريت جافا كلاس، اقول له ايديت اجنريت الفيو اوبجكت بتاع جدول الفيو اللي اسمه امبلوي فيو امبلمنتيشن، وهو ده الفيو اللي مسؤول عن هذا الفيو اوبجكت. طيب واقول له اوكي سيف، وافتح الكلاس بتاعتي وابتدي اشتغل هنا. هعمل ايه هنا؟ تعالى نشتغل الكود بتاعنا، فانا عايز اكتب كود ينادي لي على البي ال اس كيو ال بلوك، او بلاش ينادي عليه دي عشان هو مش بروسيدور وفرنش، امال هو عباره عن انونيموس. فانا عايز اكتب الكود بتاعي وانفذه، هل اقدر اعمل حاجه زي دي؟ ايوه، ده عباره عن كود ثابت نضيفه في اللايبراري بتاعتنا،
ادي البي ال اس كيو ال، ادي اول كود عايزينه اهو. ميثود هنشرحها مع بعض، انا اللي هعملها. اروح اكتب الميثود دي هنا ونعمل امبورت اهي. الموضوع عباره عن ايه؟ عباره عن ميثود انا عاملها اسمها ايه؟ ابديت تيبل ام. ابديت تيبل ام الميثود دي بتعمل ايه؟ بتستقبل منك ايوه الكومبليشن اللي انت عايز تحطه 90 100 1000 زي ما انت عايز، ورقم الاداره اللي انت عايز تعدل الكومبليشن بتوع الناس بتوعها. طيب وبعدين الكود بتاع البي ال اس كيو ال اللي انا خدته حطيته فين؟ فانا المفروض اهو مش ده الكود بتاعك، هروح اخد الكوبي بيست اهو. وبعدين عرفت انا متغير اسمه ايه؟ بي ال اس كيو ال. تعال نشيل الكلام اللي جواه اهو، هعمل فيكم الايه الكود بتاعي، هروح بس احط كوبي بيست مش اكتر من كده. خلاص كده خلاص. طب انت الكلام ده حطيته في ايه؟ حطيته في متغير سترينج عادي جدا. قال لك بعد كده حضرتك محتاج تنادي او تنفذ جزئيه الايه؟ البي ال اس كيو ال ده. طب ازاي اللي موجود جوه المتغير؟ قال لك من خلال كلاس جاهزه اسمها كوليبل ستيتمنت. كوليبل ستيتمنت دي انا عملت منها الريفرنس بتاعها اس تي ام تي ومفيش فيها اوبجكت. طب الاوبجكت بتاعها اجيبه ازاي؟ اهو اقول لي اس تي ام تي بيساوي، انا محتاج بقى الاوبجكت، الاوبجكت ده من خلاله اقدر انفذ كود البي ال اس كيو ال بتاعي. ازاي؟ اقول له هات لي جيت داتا بيس ترانزاكشن. طبعا الترانزاكشن ده زي ما قلنا في الشرح اللي هو ايه اللي بيعمله الابلكيشن موديول. وبعدين جواه ميثود، ميثود دي اسمها كرييت كولابل ستيتمنت، بياخد منك مين؟ المتغير اللي جواه كود البي ال بتاعك. طيب وبيتعامل مع كام صف؟ انا ممكن اقول له 10 20، لا انا هقول له زي ما تتعامل على الديفولت. شوف هو اتعامل على كام صف، مش هحدد انا عدد الصفوف. طيب وبعدين ايه بقى موضوع السيت انت دي؟ بص يا سيدي انت هنا حطيت له كام؟ 90. 90 دي معناها ايه؟ معناها انه هي دائما وابدا كل ما تنادى عليه هيخلي لك الكوميشن ب 90. انا مش عايز كده، انا عايزه ياخد ايه؟ ياخد الرقم اللي هنا ويحطه هنا، فهعمله على انه بارامتر، علامة استفهام بهذا الشكل. طيب و10، 10 دي ما هياش ثابتة، ده هياخد اللي جاي هنا، يبقى اعمل له ايه؟ اعمل له علامة في علامة استفهام بهذا الشكل، البرامتر عشان يستقبل اللي انا عايزه. طيب وبعدين اخد بقى البارامترز دي، ده هيتحط هنا في أول واحد، وده هيتحط هنا في ثاني واحد. ازاي؟ من خلال حاجة اسمها ايه؟ يا اس تي ام تي ميثود اسمها ايه؟ سيت انت، عشان الانواع دي عباره عن انتجر. هقول له اول واحد حط لي فيه الكوميشن نمبر، ثاني واحد حط لي فيه مين؟ الديبت اي دي. طيب وبعد كده اقول له اكزكيوت، نفذ يا ستيتمنت، نفذ الكلام اللي اديته له. هو بيرجع بانتجر عشان كده عرفت متغير اسمه ريزلت ونوعه انتجر، وحطيت فيه باي ديفولت كام؟ بزيرو، ورجعت بيه في الاخر اوكي ريتيرن ريزلت. وكل الكلام ده بيجنريت اكسبشن، عشان كده انا كده حطيته ما بين تراي وكاتش. كده انت تقدر تنفذ الكود بتاعك من غير اي مشكله. طيب لو انت عايز تنادى على الميثود دي علشان بقى ابعت لها الكوميشن اللي انا عايزه ومين ورقم الاداره اللي انا عايزه، ابعت ازاي؟ بحركه طبيعيه جدا. دي حاجه هروح على البيج، دي حاجه مفهومه. هعمل ايه؟ هحط الاثنين انبوت تكست بتاعي اهو، ادي اول انبوت تكست وادي ثاني انبوت تكست، وادي البطل عشان لما اضغط عليه نادي يعمل كول للميثود بتاعتي. والميثود بتاعتي طبعا هتروح تنفذ كود البي ال اللي انا عامله. فانا هنا عامل انا الانبوت تكست ده ليه؟ عشان ابعت له فيه الكوميشن، وهنا اروح احط له فيه رقم الاداره بتاعته ويضغط، فيروح ياخد الكلام ده رقم الاداره يحطه هنا والكوميشن يحطه هنا والزوار ينادي على الميثود. ده المفروض ان انا اعمله، لكن انا مش هعمل الكلام ده، انا هعمله بطريقه اسهل من كده. ازاي؟ أنا لست بحاجة إلى هذا الجزء. كده أنا تعب عليا. طيب أعملها إزاي؟ قال لك روح على الفيو أوبجكت أهو. هتلاقي في جزء الجافا حاجة اسمها كلاينت انترفيس. كلاينت انترفيس دي معناها إيه؟ معناها إن أنا أعمل انترفيس لراجل الكلاينت بتاعي، بمعنى إيه؟ أنا المفروض دلوقتي أعمل انبوت تكست، اثنين انبوت تكست وبطل، صح؟ يمثلوا الميثود بتاعتي. قال لك لا، خلي الجي ديفيلوبر يعملها لك. ازاي؟ هقول له ايديت،
اهو قال لك انت عامل ميثود بتاخد اثنين انتجر وبترجع بانتجر. قول له اه هي ده. اوكي اعمل لي ليها كلاينت انترفيس، اعمل لي ليها كومبوننت جاهزه تمثل هذه الميثود. يعني ايه؟ انا عارف ان انت ما كنتش متخيلها، هتعرف دلوقتي معناها ايه، بس خد بالك من الكلام. ايه؟ انا قلت له دلوقتي اعمل لي ايه؟ اعمل لي كومبوننت كلاينت انترفيس، كومبوننت جاهزه تمثل هذه الميثود. طيب انا استفدت ايه؟ يعني هستخدمهم ازاي يعني؟ تعال نشوف. هروح على البيج بتاعتي واقول له هنا في الداتا كنترول ريفرش وافتح الفيو اوبجكت بتاعي اهو، هلاقي الميثود بتاعتي اهي اهي. هسالك سؤال، هو انا لو انا ساحب الفيو اوبجكت وعايز اعمل صف جديد هعمل ايه؟ هروح على الاوبريشن واقوم رايح قايل له كرييت انزرت، ايوه، ويسالك يقول لك عايز تعمله باتون ولا صح ولا لا؟ فدي عملها لك جاهزه، هيعمل لك هو الباتون اوتوماتيك يمثل لك هذه العمليه، صح؟ انا خليت الميثود بتاعتي كده برضو. ازاي؟ هروح عليها اهو، لو رجعت هنا يقول لك اه دي بتاخد بارامتر، والبارامتر ده اسمه كوميشن نمبر، ودي بت اي دي، وبيرجع بانتجار. شوف انا هعمل ايه؟ شايف كل الكلام ده؟ هقوم رايح ساحب الميثود دي كلها كده اهو. يقول لك اعملها لك ايه؟ اعملها لك اي دي اف بارامتر فورم اهي. يقول لك الكوميشن نمبر ده اهو، المتغير ده اهو، خليه لك انبوت تكست. والديبت اي دي ده اهو هخليه لك برضه انبوت تكست عشان اليوزر يقدر يدخل فيه القيم اللي هو عايزها. شوف شوف شوف، اوكي؟ يعمل لك ايه؟ شايف؟ شوف ايه اللي هيظهر؟ عمل لك اثنين انبوت تكست فعلا. وعمل لك البطن اللي انت كنت هتعمله عشان ينادي على المس. عرفت بقى يعني ايه كلاينت انترفيس؟ اللي انا عمل لك كومبوننت اوتوماتيك دراج ودروب بتمثل المس، ما عليك اللي انت تعمل ايه؟ تحط هنا القيم اللي انت عايزها وتتك على الزرار ده عشان يعمل جمله الابديت اللي انت عايزها. تعالى كده نشوف ونعمل رن. بص الشكل هيبقى عامل ازاي؟ اهو بقول لك هنا ايه، دخل طبعا بقى الليبل والحاجات دي تقدر تغيرها، والليبل اللي على البطن تقدر تغيره، هو هنا حاطط الايه اسم الميثود باي ديفولت، روح انت بقى ايه من الخصائص غيرها. هقول له هنا ايه مثلا الكوميشن عايزه بكام؟ انا عايزه ب 77. طيب ورقم الاداره كام؟ 10. شوف وهقول له ابديت كمان كده. تعالى كده نبص هنا كده في السيكوال بلس ونشوف، اقول له ايه؟ هقول له سيلكت للاداره كام؟ 10. خليها لك كام؟ 77. يبقى انا كده نجحت ان انا اعمل ايه؟ اقدر اعدل وانادي على كود البي ال اس كيو ال اللي بيعدل في الكوميشن. طيب ده كلام جميل جدا. طيب والله انا عايز بقى ايه؟ اليوزر يشوف البيانات اللي هو عدلها مباشره، فدي حاجه سهله جدا. ازاي؟ اقدر ان انا اسحب الاند ده بقى على طول على السكند فيست واقول له اعملها لي على انها تيبل اي دي اف تيبل عشان اليوزر يشوف البيانات اللي هو عدلها. انيبل مش محتاج انا دي. اوكي ادي الصفحه بتاعتك اهي، عمل لك التيبل بتاعك اهو، سيف ونعمل رن للبيج عشان اليوزر يقدر يشوف بقى البيانات، يعدل ويشوف البيانات مباشره. ادي الابديت اهو. فانا هكتب مثلا هنا 88 للناس اللي في الاداره 10، واقول له هنا ايه؟ واقول له هنا ابديت مين الناس اللي في الاداره 10؟ فين؟ تعال كده نجيبهم في الاداره 10. ركز كده معايا. اه قال لك كام؟ 88. طيب بص كده معايا، لو انا قلت له هنا، لو انا قلت له هنا ركز كده بقى في اللي هيحصل ده. 90 للناس اللي في الاداره 10 ابديت. بص ايه اللي هيحصل؟ ما زالوا 88.
لا انا عايزه على طول يضغط هنا 90 ويكتب لك هنا 10 يابديت تسمع هنا مباشره. لكن عشان تسمع بص اقول له مثلا 10 خليها لك 90، طب ما هي ظهرت اهي يا باشمهندس. لا هي ظهرت بعد ما عملت ريفريش للتيبل وقلت له روح هات البيانات تاني. يعني بص بص كده هنا مثلا هي اللي ضرب 10 90 اهي، تعالى نقول له هنا مثلا كام 77 نرجعها تاني 77. بص ابديت يقول لك هنا كام اهو ما زالت كام اهو 10 هي كام 90 لكن ما هي 77. شوف بقى لما تقول له هنا هات لي الناس اللي في الاداره 10 بس سمعت دلوقتي. ليه؟ لان راح عمل ريتريف تاني للبيانات، عمل ريفريش للجدول، جاب البيانات من الاول. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه بقى على طول يضغط على الزرار تسمع مباشره. قال لك انت في حاجه ان انت تعمل ريفريش للايتريتور. قلنا قبل كده ان الايتريتور ده عباره عن ايه؟ حاجه بتتعمل في البيج ديفينيشن بتاعت الصفحه بتاعتك اهو. الايتريتور ده مسؤول عن ربط البيانات بالفيو اوبجكت، والصفوف بتاعت الفيو اوبجكت هو اللي مسؤول عنها. فانا عايز اعمل له ايه؟ ريفريش، اقول له روح هات البيانات تاني لو سمحت مباشره. طيب حاجه زي دي نعملها ازاي؟ تعالى نتعامل معاها برمجيا. لو ركزت هنا معايا عايز ان انا اجنريت الكود ده، دبل كليك عليه يقول لي عايز تعمله فين؟ هقول له اعمله لي في البين. طب البين اسمها ايه؟ هقول له اسمها ريفريش بين اهي. طيب الكلاس اسمها ريفريش بين واحطها مثلا في ايه؟ في داخل اسمها بينز. اوكي طيب والميثود بتاعت البطن اسمها ايه؟ اسمها ريفريش اكشن. اوكي كود ده جنريت له، الكود ده اللي بينادي على الميثود بتاعتك. الكود ده هو اللي الاي دي اف بيجنريته، هو ده اللي بينادي على مين؟ على الميثود بتاعتك. طيب يعني الحد هنا هو هينادي على الميثود بتاعتي، يروح ينادي على البند كونتينر بتاعتك وينادي عليها اللي هي البيج ديفينيشن بتاعتك وينادي عليها. طيب لحد كده هو نفذ الابديت بتاعتي. طيب وبعدين انا بقى عايز يعمل ريفريش لمين؟ للايتريتور. الموضوع ده يحصل ازاي؟ هروح اتعامل مع الايتريتور برمجيا اهو. اروح اقول له ايه؟ اروح اقول له هات لي البايند كونتينر بتاعي اللي هو ده اهو، البايند كونتينر بتاعي تمام على انه اوبجكت. وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له لو سمحت فايند الايتريتور. فايند الايه؟ الايتريتور. هو اسمه ايه الايتريتور؟ اهو ام فيو واحد. روح خدي كوبي بيست عشان ما تغلطش في اسمه اهو. يبقى اذا انت كده جبت البايند كونتينر الصفحه بتاعتك اللي بتحتوي على الايتريتور، عملت منها اوبجكت اهو داتا كنترول بايند كونتينر اهو، عملت منه الاوبجكت جبته. وبعد كده قلت له ايه؟ يا بيج ديفينيشن الصفحه بتاعتك إيه لو سمحت هات لي الايتريتور اللي اسمه ام فيو واحد ايتريتور، ويا ايتريتور اعمل ايه؟ اكزيكيوت كويري، نفذ من الاول واعمل ريفريش مباشره. بكده لو رحت عملت رن للصفحه بتاعتك ايه اللي هيحصل؟ نعمل رن ونشوف. اهو جاب لك البيانات الاداره 10 ب 77. طيب تعالى كده نشوف، نخليها مثلا 80 للاداره 10 ونعمل ايه؟ ونعمل ابديت. خليها لك ايه مباشرة؟ ال10 اهي خليها لك 80.
مش شرط بقى لازم اعمل ريفرش، لا مباشره اليوزر يعدل البيانات تظهر له مباشره. بكده يا جماعه انا قدرت ان انا انفذ كود بي ال اس كيو ال جوه الاي دي اف. شكرا جزيلا، واتمنى ان يكون الموضوع مفيد بالنسبه لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.